بدأت أثيوبيا هذا الأسبوع المرحلة الخامسة من ملء خزان سد النهضة، وهي مرحلة الملء الأكبر منذ بدء عمليات التخزين. التخزين الجديد يثير مخاوف الخبراء في مصر من نقص حصة القاهرة من مياه النيل. تأتي الخطوة في ظل رفض أديس أبابا جميع المقترحات التي قدمتها القاهرة للوصول إلى اتفاق يقضي بالتفاهم حول ملء وتشغيل السد. وللمزيد معي في استوديو ويكند القاهرة أستاذ رمضان قراني، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية. أهلا وسهلا بك سيد رمضان، شرفتني في استوديو ويكند القاهرة. لنبدأ من تفاعل مصر، لا رد فعل رسمي على بدء الملء الخامس، ماذا يعني هذا الأمر؟ بعد التحية لحضرتك وشكرا على الاستضافة. ربما البعض يظن من الموقف المصري في ظاهره أنه نوع من التسليم بالأمر الواقع، لكن هو أنا في اعتقادي أنه اتساق مع المواقف المصرية السابقة منذ إعلان أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو انتهاء العملية التفاوضية مع الطرف الإثيوبي نظرا لانتفاء الشروط الموضوعية لعملية التفاوض وعدم التزام الطرف الإثيوبي بمخرجات التفاوض، وجانب آخر هو فرض الحكومة الإثيوبية سياسة الأمر الواقع، هو يسير في مسار التفاوض وبالتوازي يستمر في عمليات البناء والتشييد بسد النهضة حتى قاربنا نسبة 97%. مسار آخر انتهجته القاهرة بدرجة كبيرة مع انتهاء العملية التفاوضية هي اللجوء للمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي، ولدينا حتى هذه اللحظة 3 رسائل رسمية مصرية قدمت إلى مجلس الأمن تشرح خطورة الوضع الإثيوبي، تشرح خطورة تأثير سد النهضة على الأمن الإقليمي والأمن الدولي أيضا، تشرح بدرجة كبيرة الحالة التي بصددها نحن في مصر سواء ما يتعلق بالأمن المائي والأهم من ذلك استخدام المصطلح أن الأمن المائي مسألة وجود للشعب المصري. نحن نتحدث عن وليست مصر فقط، وربما أيضا السودان يدخل معنا، نحن نتحدث عن قرابة 150 مليون نسمة. دكتور، يمكن لمصر أن تعول على الوسطاء الدوليين، خاصة أن نحن في مرحلة اضطراب في كل بقعة من بقاع العالم وكل وسيط عنده اعتباراته؟ يعني ربما ما يؤجج الأزمة بدرجة كبيرة في تصوري هو نجاح الطرف الأثيوبي في استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية. يعني إذا لاحظنا منذ 2020 على سبيل المثال، العالم واجهنا مجموعة من الأزمات، ربما كانت البداية جائحة كورونا، عقبها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم حاليا الحرب في غزة. كل هذه الأوضاع جعلت القوى الإقليمية والقوى الدولية لديها أجندة من الاهتمامات، وبالتالي تراجعت قضية سد النهضة بدرجة كبيرة بالمقارنة بما قبل 2020. وبالتالي فكرة الوسطاء الدوليين والإقليميين، وربما أنا في اعتقادي الوسيط الإقليمي ربما يكون دوره أكثر فاعلية من الوسيط الدولي. يعني ربما وجدنا الطرف الأمريكي في مفاوضات 2019 و2020 حينما تدخلت إدارة ترامب بقوة في هذا الملف، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول لاتفاق بالتعاون مع البنك الدولي.
ربما الطرف الأثيوبي اختار انسحابا في وقت استراتيجي بالنسبة له وأغلق كافة الملفات. نحن في هذه اللحظة لدينا إشكالية حقيقية. الطرف الأمريكي المعني بهذا الأمر لديه انتخابات رئاسية، الأزمة السياسية على المستوى الداخلي الأمريكي ملتهبة بدرجة كبيرة، الأهم من ذلك الطرف الأمريكي منخرط بدرجة أكبر في ملف غزة. وحتى إذا لاحظنا الطرف الأمريكي بانخراطه في الملف سد النهضة، يمكن القول أن قضية سد النهضة تأتي في المرتبة الثالثة في اهتمامات الطرف الأمريكي فيما يتعلق بأفريقيا. لدينا السودان تأتي في المرتبة الأولى، الوضع في القرن الأفريقي يأتي في المرتبة الثانية، ثم تأتي قضية سد النهضة في المرتبة الثالثة. يعني حتى الإدارة الأمريكية عندما شرعت في تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي لم يتحدث عن سد النهضة إلا في مناسبات ضئيلة للغاية، التركيز كان بالأساس الوضع في تجري ثم حاليا الوضع في السودان. ربما أيضا الطرف الروسي والطرف الصيني يمكن القول لدينا علامات استفهام كثيرة. الطرف الصيني بطبيعة الحال أدبيات السياسة الخارجية الصينية لا تميل إلى الانخراط في القضايا السياسية بدرجة كبيرة. الطرف الروسي لديه شراكة استراتيجية مع مصر وشراكة استراتيجية مع إثيوبيا، يحاول بدرجة معينة خلق نوع من التوازن في العلاقة مع الطرفين، ومن ثم أنا لا أستطيع أن أعول عليهم. حتى الطرف الأوروبي بتعيين مبعوث أوروبي للقرن الأفريقي، ورب المناسبة زارت القاهرة الأسبوع الماضي وكان هناك حديث عن سد النهضة وحديث عن السودان وحديث عن الوضع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. أدوات الطرف الأوروبي محدودة للغاية للتأثير، وبالتالي أنا أعتقد أن الطرف الأثيوبي إنجاز التعبير محظوظ بهذه الوضعية الإقليمية والدولية التي تجعله يسرع ويستمر في سد النهضة. ماذا عن الأطراف الإقليمية أستاذ رمضان؟ يعني تحدثنا عن دور إماراتي، دور سعودي. ربما كان في مرحلة معينة نعول على الاتحاد الإفريقي باعتباره هو الآلية التي اعتمدها مجلس الأمن حينما تم رفع الرسالة المصرية إليه وأنه المعني بإجراء المفاوضات. أنا في اعتقادي الطرف الاتحاد الأفريقي لديه إشكاليات هيكلية تتعلق بالاتحاد الأفريقي نفسه وبتتعلق بقدرة الاتحاد الأفريقي على إدارة مفاوضات بهذه الخطورة، وبالتالي وجدنا ما يشبه حالة الفشل في الاتحاد الأفريقي. ربما البعض ينظر له أنه حالة تواطؤ، يعني لا نكون قاسيين في الحكم على الاتحاد الأفريقي، هو حالة من الفشل لوجود اختلالات هيكلية داخل الاتحاد الأفريقي. أنا في اعتقادي زي ما تفضلت حضرتك لدينا طرفين في غاية الأهمية، الطرف الإماراتي والطرف السعودي، وكلاهما يملك أدوات إنجاز التعبير أو مؤشرات تستطيع نجاح قيادة عملية المفاوضات. أولا يتمتع بعلاقات جيدة مع الطرفين المصري والسوداني والطرف الأثيوبي، هناك ما يشبه علاقة شراكة استراتيجية بدرجة كبيرة سواء الطرف الإماراتي مع إثيوبيا أو الطرف الإماراتي مع مصر. لديهم سمعة في أفريقيا حتى هذه اللحظة بالأدبيات السياسية الدولية تتحدث الآن أن الإمارات والسعودية قوة صاعدة في أفريقيا، وبالتالي تستطيع أن تلعب أدوار مهمة. لكن هنا السؤال، هل هناك إرادة سياسية قوية للانخراط في هذا الملف؟ ربما الطرف الإماراتي لديه هذا الجانب بدرجة معينة واستضاف جولات من المفاوضات. الطرف السعودي كان داعما بدرجة كبيرة لمصر في ملف الأمن المائي، وخاصة حينما تم بحث الأمر في قضية الجامعة العربية. لكن أنا في اعتقادي القضية تتعلق بدرجة أكبر مع الطرف الأثيوبي. القضية هنا كان هناك لدينا ثلاثة مواثيق مهمة، إعلام مالابو في 2014 بين مصر وأثيوبيا في عهد رئيس الوزراء ديسالين، وتحدث إعلام مالابو عن نقاط في غاية الأهمية، تحدث عن عدم إحداث ضرر وعن تأخذ أثيوبيا بالاعتبار الشواغل المصرية. لدينا اتفاق المبادئ والذي تحدث باستفاضة عن الملء والتشغيل سد النهضة، ولدينا الوثيقة الأمريكية في عهد ترامب في 2020 التي تحدثت عن اتفاق يراعي مشاغل مصر، يراعي سد العالي. وبالتالي هنا القضية الإرادة السياسية لدى الطرف الإثيوبي في احترام هذه المواثيق. علميا هل فاقم بناء السد حتى الآن من أزمات مصر المائية؟ اسمحي لي أن أحيل حضرتك إلى تقرير لجنة الخبراء الدوليين. في 2012 تم تشكيل لجنة من 10 عناصر أساسية، 6 دول يمثلين مصر والسودان وإثيوبيا، وأربع خبراء دوليين في قضايا السدود، في قضايا الكهرباء، في قضايا البنية التحتية، في قضايا معاملات أمان السد، ممثلين لألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. من يتابع تقرير لجنة الخبراء الدوليين في هذا الوقت المهم يجد أننا بصدد نتائج في منتهى الخطورة.
اللجنة تحدثت صراحة في تقارير رسمية مقدمة إلى الطرف المصري والأثيوبي والسوداني أن الدراسات التي مقدمة من الطرف الأثيوبي دراسات فضفاضة عامة، لا تقدم أرقام تفصيلية، لا تقدم نتائج تفصيلية حول سد النهضة. اللجنة تحدثت بشكل واضح ومحدد أن سد النهضة لم يراعي الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويتحدث عن دراسات خاصة بالبنية الإنشائية للسد. ثم كانت الخطورة في تصوري في تقرير لجنة الخبراء أن السد لم يأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، وهذه أكبر النقاط التي تواجه دول حوض النيل. والأهم من ذلك في اعتقادي ما يتعلق بمعدل أمان السد، تحدث تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشكل صريح أن السد معرض للانهيار. تصور أن هذه نقاط مهمة جدا، خاصة أن هذا التقرير علمي وليس تقرير مسيس، وبالتالي لابد أن تأخذ اعتباراته وبالتالي تأثيراته في غاية الأهمية. ربما كنا في مصر والسودان إنجاز التعبير محظوظين السنوات الماضية، باعتبار أن هذه سنوات فيضان للنيل وكان هناك كثافة في المياه وانسياب، وبالتالي لم نواجه أزمة. لكن هذا الوضع مؤقت، لأن دورة حياة النيل هناك سنوات جفاف وهناك سنوات جفاف ممتد. وربما تحدث بيان وزارة الري المصرية في أكثر من مناسبة أن الخطورة ليست في سنوات الملء العادية وليست في سنوات الملء الفيضان، الخطورة تتمثل في سنوات الملء في الجفاف والجفاف الممتد، وبالتالي التأثير على السد العالي، التأثير على المشروعات الزراعية في مصر، الأهم من ذلك التأثير أيضا على مشروعات الطاقة في مصر. الأستاذ رمضان قرني نائب رئيس الجمعية العلمية لشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك، شرفتني.